السلام عليكم. اليوم وصلت المعدات نتاع كوندور اللي وضع الالواح الالكترونيه بقسنطينه بالملعب تاع قسنطينه. كما سبق وان اكدنا انه هذه الالواح كلها من انتاج وطني من شركه كوندور اللي سوف توضع كل الالواح الالكترونيه في الملاعب التي سوف تستقبل المقابلات نتاع الشان. إذن هذه هي، إن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم.